عاملين ايه؟ شايفين رايكم في دي جميله؟ ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناه. ايه رايك؟ السلام عليكم يا جماعه، النهارده فيديو جديد سلام من السعوديه لمصر. النهارده جايين نشوف اسعار الذهب. في ناس بتقول الذهب رجع، في ناس بتقول الذهب نزل، فجايين نشوف الذهب عامل ايه النهارده والاسعار. ولو كان الذهب حنين بغير الدبله دي، لو كان غالي همشي تاني اكني ما جتش. تمام، اهو خطوه بخطوه مع بعضنا كده ونشوف اسعار الذهب ومع بعضنا. اهو يا جماعه الاشكال اهي. ممكن بكام الجرام النهارده؟ عامل كام؟ 194. 194؟ اي بس الدبل غير المصنعيه ولا غير المصنعيه؟ لا لا، الدبل غير نفسه. يعني الدبل اسعار والخاتم اسعار؟ 194 زائد 120 ريال مصنعيه. تمام، وضريبه. ممكن تطلع لي كده بس؟ اطلع لك ايه؟ هات لي حاجه ملمومه، مش عايزه حاجه. ايوه وريني دي كده. ايوه دي. دي؟ لا لا، تحت شوية. اه تاني. ايوه لا، ايوه دي، وريني دي كده. بس من هنا زي السجاير. بس صغيرة دي. سهلة ما تجيش عليها. طب الزنهانة دي كده عاملة كده؟ انت تبغى الهلاك انت؟ زي على قد دي. ممكن انا ممكن لو حاجة واسعة ممكن بتضايقوها عادي ولا ما فيش في مشكلة؟ لا ما تتوسعش. ما تتوسعش، تتضايق ماشي ما فيش مشكلة. تمام، خواتم اهي. وريني خاتم التعبان ده كده. التعبان؟ ايوه ده، وريني ده كده. لما يصير اكبر ولا تصير اصغر احسن. شايفين يا جماعه؟ جميل ما شاء الله، بس خفيف. ده عامل كام ده؟ يلا اللي عايزه اللي عايزه جوزها هيجيب لها هديه. حاجات حلوه وخفيفه. شايفين الطقم ده؟ هنساله دلوقتي عن الطقم نشوف عامل كام. اهو ده يا جماعه عامل 4 جرام. عامل كام بقى ده؟ من الاخر يعني المصنعيه كله. ده هنشوف ده 4 جرام. يلا اللي عايزه جوزها هيجيب لها هديه. يلا اللي عايزه تجيبها. جميل، 4 جرام مش وحش ما شاء الله، شيك. شايفين بقى ده؟ ده الحجم الكبير ده. لسه هناك اكبر، هوريكوا تاني. ممكن احطه فيها. هشوف بس سعر الخاتم ده عامل كام؟ ب 1050 ريال لك. ولكن خصم خاص مو مشكلة، بحسب لك اياها والله ب 1020 ريال، ب 1000 ريال بحسب. يعني 4 جرام يا جماعة عامل 1000 ريال بالظبط، صح كده؟ عامل 1000 ريال. شايفين يا جماعة؟ في حاجات هنا برضه خفيفة وفي حاجات تقيلة، يعني كل حاجة حسب الوزن. يعني في حاجات خفيفة وفي حاجات تقيلة، وأنا هوريكم برضه الأسعار وهوريكم الطقم ده عامل كام والطقم ده عامل كام. يلا اللي عايزة جوزها هيجيب لها هدايا. بس يعني مفيش حد بيجيب هدايا لحد دلوقتي. يلا يلا يلا. شايفين الجمال؟ شايفين الرقي؟ شايفين الحلوة يا جماعة؟ ايش يا جماعة؟ شايفين اللي هي نص ونص دي؟ شايفينها؟ سنة رقم شوية. ده عامل كام؟ وفيك شوف قطعة الثاني هذه، وهذا كمان يجي خدناك على رقمه. ده طعم كامل بس السيال بتاعه بال. وفيك كمان هذا تشيل حالها. اه خناك انا نقول لك خناك. تمام، عامل كام ده؟ كم جرام وعامل كام ده؟ هو ده الرقم؟ هذا 21.29. والله ما حيناله لها الرده. اي والله يناله له داخل. بس يعني ممكن 21.29. لكن بغير لك اياها 5140. نشوف حاجه هاديه شويه عشان اللي عايز حاجه هاديه. اه شوف حاجه خفيفه كده. عندنا اشكال ما تتجاوز ال 2000 و 300. اه ورينا حاجات ال 2000 دي، ورينا كده. طيب او زي كده عشان الناس اللي عايزه حاجه خفيفه زي هذه ما نصدمهاش بالسعر. انت يعني طاقم برضه يوصل الهدايا و... هذا ب 1950 طاقم كامل. ب 1000؟ 950. طب والله ده جميل. اسوى رهبه خاتم بعد. بس هو خفيف يعني مش تقيل قوي. بس هو حاجه هدايا شيك يعني. ان لو هتاخد حاجه هديه يعني ده شيك يعني. حاجه احب ياخذه. حد زواج يتزوج هديه. يعني واحد ياخذ هديه لاخته، واخته مين؟ لمراته. او مثلا رايح يتقدم لعروسه ياخذ لها ده. ورينا حاجه ثانيه كده غير ده. طيب اعطيك النص. ورينا بقى حاجة حلوة كده عندك قيمة كده شيك. طيب عندك الأشكال دي. شايفين ده؟ ده عاجبني جدا. ده. شايفين؟
يلا بس اللي هيجي هنا ان شاء الله يقول له تابع حسام اشرف بيعمل له خصم صح كده؟ وهوريكم برضو اسم المحل انا هنا يا جماعه في سوق الذهب اللي في المنفوحه عشان تبقوا عارفين اللي في المنفوحه تمام؟ اه ده جميل ده كام ده؟ هذا ب 3510 3510 اي نعم بس ان شاء الله ده تقيل يا جماعه بس لو تقارني بين ده ده خفيف وبين ده لا بختار ده صراحه هذا 3500 اه ما انا عارفه ده انا فاهمه يعني ده 2000 مثلا اه صح بس ده صراحه حاجه شيك وجميله وتقيله كده محمله وده برضو احلى واحلى شايف ده لا بس ده خفيف برضو شويه شايفين الجمال ما شاء الله تبارك الله لا هيجيب لنا بقى حاجه بصوا تاني الخطير ده الجمال ده ب 2860 ريال 2860 ريال صح كده؟ طقم كامل طقم كامل مع الاسوره بتاعته يا جماعه اهي ومع الخاتم ومعاه حلقين اهو تمام احنا كده اتفرجنا يا جماعه على الكولهات واللي عايز يستفسر عن حاجه يا ريت يعرفني كمان هذا باقل شكل هيجيب لكم حاجه باقل شكل للناس اللي عايزه حاجه هاديه خالص صح كده؟ ده عامل كام ده؟ ده جميل ده 2450 2450 ده يا جماعه اتقل من ده ده؟ اه ده اغلى شويه بس ده خفيف وده اتقل يعني ما شاء الله ده محمل وده خفيف خالص يعني لا ده جميل برضو وهاديه وحلوه خلاص تمام نخش بقى على الغوايش والخواتم دي يا جماعه بقى الغوايش اهي نجيبها من اول كده دي الاساور ودي الغوايش العريضه اللي ما شاء الله شايفين الغوايش عامله ازاي اهو ماشي ما شاء الله ايوه بس مسلوكي دي حاجات تقيله خالص دي ده طبعا مش سمعنا احنا صح؟ طيب ما شاء الله دي حاجات لها نسا يا عم طيب في نوع عندك ايوه كده طلعت دي حاجات ايوه دي تمشي شويه كمان لكن دي حاجات لها نسا بعيده عندنا دي هذه براس مالتا انا بقى كم تعملها 10 جرام تقريبا صح كده؟ تعملها 10 جرام لا ما تخافش يا عم احنا نجيب يعني وعارفين بس لا دي كام دي تعملها بتاع حدود 13 جرام الواحده من دي اه بدات شايفين الجمال؟ اه ده جميل برضو يا جماعه مره دي المرايات دي مرايات صح كده؟ دي المرايات هذه تمشي مره عندهم اكثر شيء اخوانا المصريين يحبونها اه صح ايوه بشوف على طول المصريين لابسين حاجات زي كده بيحبوها ان هي ليه شغاله معانا كويس عشان احنا عارفين نفسنا في المطبخ وكده عايزين حاجه تستحمل معانا بناخد الحاجات اللي هي تعيش مش الحاجات اللي فيها ديكورات وحاجات زي كده شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ دول عاملين كام مثلا الثلاثه دول مع بعض كده؟ شايفين ده؟ هذا حوالي 8050 ريال. وكم جرام؟ 8000 و 150 ريال صح كده؟ يعني قول لي 8000 ريال. 8000 ريال يا جماعه. يلا كل واحدة بقى تشد جوزها كده وتجيب الفيزا بتاعته وتيجي تجري هنا يلا ماشي؟ بس أنا مش ملزومة باللي هيعملوا فيكم بعد كده. بس برضه في حاجات هنا تانية في حاجات برضه تانية خفيفة هي اللي عايز خفيف خالص صح كده؟ وحاجات أطفال في حاجات أطفال ولا مفيش؟ ولا مفيش أطفال يا جماعة بس لكن طبعا في غوش أطفال صح؟ في غوش أطفال هي يا جماعة اهي؟ مرة اهي؟ شايفين الغوش الأطفال عاملة ازاي؟ الرسمات اللي هي 22 شايفين يا ابني؟ هي دي المرايات اهي دي صراحة شغالة كويس جدا دي بصراحة هذه 15 جرام شوية اللي معايا دي؟ شايفين؟ واحدة من ده عاملة حوالي 12 جرام يعني دول حوالي 24 جرام اللي أنا لابسة بس صراحة حاجة جميلة وشايفين الجمال؟ ما شاء الله شايفين؟ أربع حبات يا جماعة احنا دخلنا ما شاء الله على التقيل التقيل خالص شايفين؟ شايفين ما شاء الله خاتم عامل ازاي؟ شايفين؟ ده بقى يا جماعة اللي فيه الحاجات الأبيض اللي هو فيه اللي هو الحاجات لما مثلا تيجي تبيعيها بيحشوها منها شايفين؟
اللي هي التونزات اهي شايفه. هخلي برضو يفرقوا كده. ودي بقى الحاجات الخفيفه خالص، هي للناس اللي عايزه حاجات خفيفه، جرامين، جرامين الا ربع يعني، جرامين ونص، الحاجات الخفيفه اهي. ورني ده كده المورد ده لو سمحت. بقينا خير؟ المورد ده اللي فيه ورده ده. ده. ايوه ده ورده كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين ايه بقى؟ شايفين الجمال ده؟ ده حاجه ايه؟ ده عامل كام ده لو سمحت؟ بس ما تصدمناش، واحده واحده. واحده واحده علينا عشان ايه؟ ما تصدمناش. اعمل كام؟ 3700 3700 وكام؟ 65 65 يا جماعه. ليه كام جرام ده؟ 13 جرام و4. 13 جرام و4 تمام. ورونا كده طيب. ده يا جماعه 13 جرام و7. شايفين الجمال؟ يا سلام. شايفين؟ هياكل مني ده حته صح كده؟ لا انا اتسيخت كده، انا اتسيخت، خدت لي غشتين على خاتم، قاعد بقى السلسله وطقم الطقم. بس هختار السلسله وارجع لكم كمان. شايفين الجمال؟ يا سلام يا سلام. بصوا يا جماعه جبت لكم بقى الاتقل، شايفين الجمال؟ شايفين الشاكل؟ ده ايه ده؟ ده بقى واحده تكون واحده مغلوله من جوزها بقى تروح عطي له بوكس ده تريح الدنيا، شايفين؟ والله العظيم بصراحه جامد جامد بصراحه، ما شاء الله شياكه. هنشوف عامل كام ده. ده يا جماعة نفس السعر اللي فات، يعني زيد حاجة بس بسيطة يعني عن اللي فات، مش غالي أوي يعني، نفس السعر ده مش غالي أوي، 3000 وحاجة بس عادي، 3000 وحاجة بس. يعني لما تقول لجوزك أنا عايزة حاجة ب 3000 وشوية هيقول لك حاجة؟ لأ طبعا. ها أنت عارفة هيعمل إيه فيكي تاني يوم؟ شايفين؟ يا جماعة دول دبلتين مع بعضهم أهو، شايفين؟ واحدة عريضة كلها والتانية ليها نص كده زي الخاتم، شايفين؟ أهو. هما الاتنين مقربين لبعض، بس دي شكل ودي شكل، دي تصميم ودي تصميم خالص، شايفين؟ بصوا بقى يا جماعة، دي 800، قلت حضرتك 800 وكام؟ 875 تمام؟ وبتحتي أنا قلت كام؟ 270 ريال. 270 ريال، يعني شفت بتحتي أنا 270 ريال ودي ب 875، شايفين؟ الفرق بين دول ودول كام بقى عشان أبدلهم؟ 605 ريال يا جماعه. بصراحه يعني طبعا انا مش بصراحه عشان كنت جايبه معايا 250، لا طبعا ده انا هاجر والراجل هيجري ورايا. شفتوا؟ شفت شفت دي 875 ودي 275 والفرق بينهم 605 ريال. ما شاء الله تبارك الله. جايب لكم برده حاجه يا جماعه خفيفه اهي، 550 ريال اهي. البنات اللي محوشه بقى من مصاريفها وعايزه تجيب حاجه هديه كده تنزل بيها، 550 ريال. هيجيب لكم كمان حاجات تانية. هذه تسعيرها 400 ريال. هذه 400 ريال؟ وكمان جاب اخف كمان تاني يا جماعه 400 ريال. يلا البنات كل اللي هو معاها محوشه معايا قرشين من مصاريف البيت تيجي بسرعه هنا تاخد لها حاجه من دي. وهو بيعمل خصم، هيعمل لكم خصم ان شاء الله، هيرعوك لما تقول لهم انا جاي من تبع سما اشرف، قناه سما اشرف. ويا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش يفعل الجرس ويحط لي لايك واشترك في القناه. برده يا جماعه نفس السعر 400 ريال برده، ده شكل ثالث تمام، ده شكل ثالث غير ده كان خالص. جميل ما شاء الله، شايفين من بعيد كده اهو. ودي السلاسل اللي الناس اللي بتحب تنقي الاشكال اهي، القلب بقى شايفين، دي اشكال السلاسل واشكال الحروف اهي، شايفين؟ اللي عايزه تختار حرف لبنتها لابنها، انا اختار. انا جبت واحده قبل كده لساره بنت عليها حرف الاس، كانت 4 جرام والله ما شاء الله شغاله معاها جميله جدا، كانت السلسله جرامين والحرف جرامين. ماشي الاطفال طورنا كده، ورنا كده يعني، ورنا حاجه خفيفه وحاجه تقيله يعني. طيب دي الاطفال يا جماعه، حاجات الاطفال اهي، شايفين؟ دي حاجات خفيفه وحاجات اتقل وحاجات اخف، جايب لنا من كل ايه، شايفين؟ وهوريكم برده على الاسعار، اللي هي مثلا عايزه تجيب لبنتها حاجه خفيفه موجود وحاجه تقيله موجود. دي خفيفه خالص يا جماعه، دي خفيفه خالص، شايفين؟
دول خفاف خالص جدا يعني. القتل حاجة اهو، دول القتل حاجة فيها شايفه. ده برضو بتوال بس مش اتقل من الاولانيين اهو. ده الجمال برضو هدية محمد كده شايفه. هتعبك بس معنا تعرفني بس كل حاجة وسعرها كم عشان متابعين عايزين يعرفوا السعر ده والخفيف والتقيل. ما تنسيش الأول واحدة مرة تشوف قناتي ما تنسيش تحط لايك. دول يا جماعة الخفاف، دول لا مش الخفاف طبعا، دول الحلوين ماسكين نفسهم جدا. 2350 ريال، 2350 ريال دول. وكام دول؟ 1500. دول ب 1500 اللي هم قلت لكم خفاف خالص دول شايفين؟ اللي هي عايزه تجيب حاجه لبنتها وسعرها حلو. 1970. 1500. وهذه 3200 اللي هم التوال بقى 3000 و200 3250 ريال؟ 30 ريال. و30 ريال. 3200. 3200. تمام. ما تفرق معاك. ما تفرق ال 30 ريال. طب والله. هذه نفس السعر. الراجل كريم والله يا جماعه. نفس السعر. ودول نفس السعر يا جماعة برضو عشان هما الاتنين دول زي بعض. 3050 ريال. دي يا جماعة عاملة 9850 ريال بالظبط. 9850 ريال. الناس اللي بتحب الحاجة التقيلة والقيمة. دي يا جماعة برضو عاملة 8800. دهب صافي برضو عيار 21. المحل يا جماعة اسمه عقد الخليج ماشي؟ ما تنسوش. وهيعمل لكم خصم اللي هيجي من طرف سما اشرف، صح كده ولا ايه؟ تسحب كلامك؟ اه عليك. لا هلم عليك اهو. عقد الخليج يا جماعه المحل في المنفوحه، المحل اسمه عقد الخليج في المنفوحه. اول محل انتوا داخلين. اول محل من الدخله وانت جاي من عند الشارع الرئيسي من بعد ملحمه الريف كده. تمام يا جماعه، حاجاته جميله ما شاء الله، وعنده الخفيف وعنده التقيل وكل حاجه جميله. دلوقتي هنقفل معاكم الفيديو يا جماعه، واستنونا فيديو جديد، ومع السلامه. ما تنسوش تشتركوا في القناه.